الحمد لله الذي أمر بالصدق فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والصلاة والسلام على الذي جاء بالصدق واتصف به وهو الصادق المصدوق أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصادقين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الهادي الصادق الأمين يا أيها الناس اتقوا الله وكونوا مع الصادقين في عبادته واصدقوا الله في نياتكم واعبدوه مخلصين له الدين غير مرائين ولا مسمعين أما بعد عباد الله إن الصدق أساس الإيمان وروح الأعمال والعمود الذي يقوم عليه اليقين والثبات ودرجة الصدق تلي درجة النبوة وبعد النبيين الصديقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما والصدق مصدر قولهم صدق يصدق صدقا وهو مأخوذ من مادة صدقة التي تدل على قوة في الشيء قولا أو غيره ومن ذلك الصدق خلاف الكذب لقوته في نفسه ولأن الكذب لا قوة له وهو باطل وقال ابن منذور الصدق نقيض الكذب والصدق يا جماعة مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معا وليس الصدق محصورا بالقول والخبر فقط بل يشتمل على الأعمال والأقوال والنيات والمعاملات والتصرفات والحركات والسكنات وقد فاز الصادقون بصدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم وحبط عمل الكاذبين والله لا يهدي القوم الفاسقين اللهم اجعلنا من الصادقين في السر والعلانية يقول ابن القيم رحمه الله تعالى والصدق ثلاثة قول وعمل وحال فالصدق في الأقوال استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها والصدق في الأعمال استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد والصدق في الأحوال استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة وإن الصحابة رضي الله عنهم هم القدوة في الصدق وهم رجال الصدق والأمانة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه تخرجوا من مدرسة النبوة صدقوا في الإيمان وقوة اليقين صدقوا في الحديث وصدقوا في المواقف وصبروا عند لقاء العدو وتكلموا بالحق في الرضا والغضب أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتديه قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق في الآخرين عباد الله اتقوا الله تعالى بامتثال أوامره والبعد عن غضبه ومعصيته فإن التقوى باب كل خير والفجور باب كل شر
واعلموا أن منزلة العبد عند ربه هي إيمانه وخلقه، وقيمة الإيمان عند الله وقيمة الإنسان عند الله وعند الخلق هي بهذا الإيمان والعمل الصالح، لا بماله ولا بقوته ولا بولده. ثم أعلموا أن الصدق فضيلة وطمأنينة وصفة من صفات المؤمنين، وقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق فقال كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الشيخان، يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتعهد الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالصدق من أفضل الأعمال، ومن صدق نجاه الله عز وجل من كل كرب ومن كل كيد ومن كل بلية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادقين هم الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا مع المنافقين، والمعنى كانوا على مذهب الصادقين وسبيلهم، وقيل هم الأنبياء، وقيل هم الموفون بما عاهدوا، وقيل هم المهاجرون، وقيل هم الذين استوت ظواهرهم مع بواطنهم. وإن أعظم مزلة عباد الله هي مزلة الكذب. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الكذب والنفاق مقرونان. ولذلك إذا ذكر الله النفاق ذكر الكذب معه، وإذا ذكر الكذب ذكر النفاق. قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالصدق فضيلة عظيمة ومنقبة جليلة جعله الله من صفات المتقين، فقال في حقهم: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. إخواني في الله، أصدقوا الناس في معاملاتهم، أخبروهم بالواقع فيما تخبرونهم به، وبينوا لهم الحقيقة فيما تعاملونهم به. ذلك هو الصدق الذي أمركم الله به ورسوله. ولقد كان الكفار في كفرهم وأهل الجاهلية في جاهليتهم لا يمتطون الكذب ولا يتخذونه منهجا لحياتهم أو بلوغ مآربهم. وهذا أبو سفيان، إنه قد ذهب قبل أن يسلم في ركب من قريش تجارا إلى الشام، فلما سمع به هرقل ملك الروم بعث إليهم ليسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه أو عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف يترفعون عن الكذب ويستحيون من أن يؤثر عليهم وينسب إليهم، فكيف بنا نحن اليوم مع أن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بالصدق ورغبنا فيه وبين لنا نتائجه وثمراته الطيبة، وحذرنا من الكذب وبين لنا عاقبة الكذابين. وإن التهاون بالكذب عنوان الرذيلة والخسارة والحماقة وقلة خشية الله ومراقبته، والله المستعان. وإن بعض الناس اليوم يكذب ليضحك به القوم فيعلف ذلك لما يرى من ضحك الناس، ويستمر على عمله ويهون عليه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في ذلك: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله تعالى. ومنا من يكذب على أولاده لأنهم لا يوجهون إليه النقد، ولكنه في الحقيقة أوقأ نفسه في الكذب وفتح لهم باب التهاون به والتربي عليه. وعن عبد الله بن عامر أن أمه دعته فقالت: تعالى أعطيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟